اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ شرف منور، ربنا يكرمك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ده اولا. ثانيا، امبارح كان عندنا مباراه مهمه ضد البنك الاهلي، يعني كلنا كنا مقلقين من هذه المباراه. دائما بعد مباريات القمه بيحصل مشكله او طبعا. لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 3 نقاط مهمه جدا. شفت المباراه دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه مبروك لجمهور النادي الاهلي وللاداره وللجهاز وللعيبه الوصول لنهائي كاس مصر. ايوه، بالفوز على سموحه واداء ولا اروع. كنت مع حضرتك ليله المباراه وقلت لك ان احنا الراجل هيلعب ب 4-3-3 وقد كان، وبيدي ادوار لحمدي فتحي وبيدي ادوار للسوليه ولديانج. تعليمات في الماتشات الاخرانيه بيخلي ديانج لما بيستلم وقدامه في مساحه يروح رايح فيها. شفنا في ماتش بيراميدز الجول اللي جابه الجول الثاني. في ماتش الزمالك ما غيرش في طريقه اللعب، خلى طريقه اللعب زي ما هي، ما لعبش فيها. صحيح. الشوط الاولاني عمله ولا اروع. احنا في يمكن سمير، انا كنت طالب منه كره الشناوي اللي اتسددت علينا، وبنعلم ولادنا حراس المرمى والمدربين الراجل ده لما بيجي صدها صدها ازاي؟ صدها بسهوله جدا. نتيجه حركه معينه بيعملها كنا بنعلمها للجوال زمان. الراجل خدع فييرا خداع غير طبيعي. لعب ديانج وحمدي فتحي وقدامهم قفشه. ما كانش بيدي خالص لحمدي فتحي اي ادوار هجوميه الشوط الاولاني. ايوه. ومع ذلك احنا مطيعين كرة في العارضة وفي 3-4 انفرادات الشوط الأولاني. الشوط الثاني عمل حاجة ولا أروع، خلى حمدي فتحي هو بيشق ويزيد مع كهربا ومع شريف لما نزل، وأصفر إنه 3 أجوال اللي جابهم كان السبب فيهم، إلى جانب إن هو برضه في ماتش سموحة جاب الجول الثاني.